مرات مع تغيير الظاهر سوى الحياة تغيرت ما بس بمدينة حمص، أنا برأيي يعني بشكل عام الحياة صارت صعبة، الغلاء الحظر له كان دور كتير كبير على التجار، الكام بموضوع الاستيراد والتصدير، مزاولة المهن بشكل عام بمختلف مجالاتها صار في صعوبة. يعني أكيد نحن بهالمرحلة هي عم نشوف معاناة، اللي كان عند المستهلك، اللي كان عند التاجر، اللي كان عند المصنع. اليوم بالأحداث من خلال العشر سنين نقدر نقول من 2011 لل 2016 هون كان ما في شيء أبدا أبدا، هذا السوق كلها رايحة، المحلات كلياتها فاضي، ما في إنسان بيقدر يفوت لها. بعد الست سنوات والعودة الآمنة للعالم بلشت العودة شوي ورا شوي. قانون سيزر ما بعرف اثر علينا، ذبحنا ذبح نحن، لا في مازوت لا في ادويه لا في شغلات بنقدرنا. بالنسبه لنا اقتصاديا كمان اثر علينا بوقف حركات الاستيراد والتصدير، وهي كانت هلا نحن عم نحاول اكثر الشيء ان نعتمد على المواد الاوليه المحليه. بيضل السوق سوق، يعني هي يعني اللي بيعيش البني آدم هو شغله، والسوق هو شغل، هو اللي بيخلي العالم الحالة الاقتصادية تتحسن تبعها، والشغل ضروري مشان العيش، يعني الواحد بده يعيش بالنتيجة يعني.